أثابكم الله وأحسن إليكم. المرسل أحمد أي من جدة له عدد من الأسئلة، يقول في أولها: ليبنة خال تبلغ من العمر 16 سنة، أريد الزواج منها، لكنه تبين لي أنها رضعت مع أخي الأصغر من زوجة أبي الثانية، لأن أمي غير تلك التي أرضعتها، والرضعة مشكوك فيها، هل هي رضعة أو أكثر؟ فهل يجوز لي الزواج منها أم تصبح أختي من الرضاعة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أما الرضاعة فإنه يحرم سواء كان من أمك أو من زوجات أبيك، يكون المرتضعة أخا لك أو المرتضعة تكون أختا لك، هذا إذا ثبت الرضاع وكان 5 رضعات فأكثر. أما ما دام الرضاع مشكوك فيه أو في عدده فإنه لا يحرمها عليك، بمجرد الشك لا يحرمها عليك، لأن الأصل الحلم. لكن إن تجنبتها من باب الاحتياط ترك الشبهات فهذا أحسن وأحوط لك. نعم.